شاء الله اللي يشربها غيرك يدفعها. طب ما أنا مش هشرب لوحدي. جايبة لنفسي. اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. ربنا يسعدك يا حبيبة يا أختي ويرزقك الخلف الصالح يا رب. يلا كسر الصيام. دعوة الصايم ليها نصيب في القبول. بسم الله. سامحيني لو ظهوري بوظ فرحتك يا حبيبتي. اتفضل يا خال. زين يا حبيب ابوك. طول ما ابوك في الدنيا فانت قد الدنيا. امال يا خال، طول عمر الشرطه في خدمه الشعب. اني الاوان ان الشعب يبقى في خدمه الشرطه. سلمنا السفاح بيضه مقشره، يعني براءه. براءه يا كبير الديابه. الحمد لله. الف بركه حبيب اخوك، الف بركه. مبروك البراءه، مبروك. الله يبارك فيك. ياه، مين يقول الدنيا تراضيني كده مرة واحدة؟ أخ يصلب ظهري، وأخت تحن عليا، وأب سند بصحيح، بعد ما كانت الدنيا مداني ظهرها ومعندة معايا. الدنيا اللي معندة معاك دي أنا هجيبها لك متكتفة تحت رجليك، وتطلب العفو والسماح، وتتمنى لك الرضا ترضى. سعادة الباشا. مبروك يا زين. الله يبارك فيك يا باشا. احنا قبضنا على السفاح وطرد بكل حاجه. الحمد لله. انا بكره ان شاء الله هخلص لك اجراءات الافراج من النيابه عشان تعيد مع عيلتك. ما نتحرمش منك ومن ذوقك ساعه الباشا. الشعب. الشعب والشرطه. ايد واحده. الشعب والشرطه. لا قول لي يا معلم زكريا. انت جبت السلاح منين اللي دخلت بيه على السفاح؟ سلاح؟ سفاح؟ امال انتوا عايزين تفهموني يعني انكم جبتوا السفاح كده من غير سلاح؟ ايه؟ اتعلق على الباب لوحده؟ لا لا لوحده ازاي يا باشا؟ ربك مع المنكسرين جابر. انا رفعت ايدي ودعيت ربنا، وربنا ما خيبش ظني. حصل سعادة الباشا. أنا وخالي لسه مصلين صلاة التهدد، بعد صلاة العصر سيدنا الحسين، مدد يا حسين. مدد. أنا مش قايل لك يا خال، أول ما ترفع إيدك لربنا، ربنا مش هيرد إيدك خاطر خالص. تهجد؟ أيوه يا باشا، ما إحنا أصلي رجلينا رايحة جاية على الحسين على طول، أنا دايماً آخد الواد عزوز في باطي ونطلع على الحسين، بنروح مرتين في الأسبوع، نصلي صلاة العصر والتهجد، مدد. مدد يا حسين. مدد. مدد يا حسين. مدد. مدد. ما شاء الله عليك يا معلم زكريا. انت بتصلي التهجد مرتين في الاسبوع؟ طول السنة. سعادتك لو ليك رأي تاني احنا ممكن نصليها تلاتة. جرى خال. ده حكومة والحكومة أمرها نافذ. على العموم مبروك. الله يبارك فيك يا باشا. هعد عليك بكرة الصبح إن شاء الله عشان نخلص إجراءات الإفراج. عايزك تنام بدري عشان يومنا طويل. حاضر يا باشا. ما تتحرمش من سعادتك، اتفضل سعادة الباشا، اتفضل، اتفضل. صلاة التهجد يا أبا اللي بتصليها مرتين في الأسبوع. صلاة التهجد بتبقى في العشر الأواخر من رمضان. بس. جرايا خال، الأمور الدنيا دي سيبها لنا. يا واد يا مؤمن. وأنت كمان صلاة التهجد دي اللي بتصليها بعد صلاة العصر. ومن بعد الظهر. يا نهار أزرق. لا ده انا زي الفل. ده انا فرحانه من ربنا فك دقتك. مالك يا بيه؟ يا
لحقني عزوز، انا شربت السم بالغلط مصريين. اشرب بيت ابوك اكتمي اكتمي لو عرف هيتسنى هنا. ايه يا عزوز؟ ابدا يا خال. حبيبي عايز اروح دبليو سي. دبليو سي؟ وديها الحمام. حاضر. وكلم الواد فرج قول له عمل ايه في اللي قلت له عليه. حصل وبيحصل. اخبارك؟ الله يبارك فيك. الف سلامه حبيبي. اكتمي يا بت، اكتمي لابوك يكتم نفسنا كلنا. يا تكخيبه بدل ما تهدي السم خدت انتي خايبه في كل حاجه. اكتمي اكتمي بقول لك اكتمي. الحمد لله جبرت بخاطر يا رب، انا غلبانه ومليش غيرك. الحمد لله، الف حمد وشكر. الف بركه يا ام زين، نبارك لك نهار فرحته الكبيره وعوضه. يا هنا يا مين، يعيش يا حظ. تعيشي يا حبيبتي وتفرحي وعرسته عندي. ربنا يخليكي يا طنط. ان شاء الله اول ما زين يخرج بالسلامه هنكتب الكتابه على السريع كده، لحد بقى ما نرتب لليله الكبيره اللي هتبقى ولا الف ليله وليله. عقبالك يا طنط مه. ما تقلقيش، اكبر منك وربنا بيرضيهم. الله يبارك فيكي يا تيتا جميله. انا هروح اصلي ركعتين شكر لله. تقبل الله يا زهير. امين. حسبي الله. اوعي تزعلي حظ مني. الا حظ اختي زعلها وحش وسكتها مهالك، والجن بيغضب لغضبها وبيرضى لرضاها. لا اللي يزعل يتفلق. هو انتي شايفاني نانسي عجرم عشان اطبطب وادلع؟ لا يا عين امي، اقفي مع وجهه واتكلمي عدل. انا خلقي ضيق ولساني تتحزمي بيه، وارقصك على صوت رقع الشبشب على وشك. ما تخليش حد يعكر فرحتنا يا اختي، حكم في ناس عاملين زي براد الشاي مناخيرها طالعه لفوق ومن جوه بتغلي. اطمني يا نوسه يا حبيبتي، طول ما انا فيها مش هخلي حد فيها. يا واد مش سامعاك بتقول ايه يا عزوز. ياما البت بتتصفى. طب يلا بسرعه ياما بسرعه. خير يا دكتور خير. العصير كان في ماده سامه. عصير ايه وماده سامه ايه؟ مفيش كلام من مفيش كلام من هو ده الواقع. لولا انها في المستشفى وعملنا مع الحاله بسرعه كان زمانها راحت مننا. طب الحمد لله، ربنا يخليك لنا يا دكتور ويخلينا ملائكه الرحمه، ربنا يبارك فيك. بس انا عندي خبر كده. خير؟ للاسف الجنين نزل. بتقول ايه؟ كريم مين نازي؟ انا مقدر حالتك كويس. حتي انت اللي هروح فيك في داهيه. الرحم الفجري لازم نعمل عمليه استئصال للرحم دلوقتي حالا عشان ما تروحش مننا، وهتوقع اقرار. ما تديش عزوز، هو تمتي مش عايزين نبقى ام خالص. ده زين وجميل اللي بسلطانه. هو تمتي يا عزوز والنبي ابوس ايدك. اللي سايت المره دي يكمل المره الجايه. هو تمتيش ما تمتيش يا عزوز. لا 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 ما تمتيش يا عزوز. يا عزوز كل ده بتودي حبيبة الحمام؟ لو واحد؟ طب كويس، تعالالي بقى عشان عندنا كام مشوار مهم قوي. حصلني على الحارة اللي كان ساكن فيها زين. يلا. عملت ايه مع صاحب العمارة اللي كان ساكن فيها زين؟ ربنا يقدرنا على فعل الخير يا سيد المعلمين. امين ابويا امين. يلا. انا عايز اشوفها على البلاط، مش عايز اشوف فيها حاجه. انتوا الاثنين تعالوا ورايا. ها
يا زعرينا جاي تضربني وفيتي النوش ده ابراهيم نوش تمام دخلهم لي بقى تلاتات بقى انا هقطعهم لك النهارده طب يلا يا رجال عنده قطين تعال يا رجال تعال تعال يا مسكت يا مسكت بات يا نور اتكلم اخوك بسرعه يجي يشوف لنا حل في المصيبه اللي احنا فيها دي كلميه حاضر سالك يا صلاح طب كنت صبرت لحد ما ربنا يفك دي زين بس هنا مش مطول يا دعالي بس هو روح يا صلاح روح إلهي ربنا يهرب زي ما قهرتني وصغرتني في وسط الحارة يلا رجالة يلا ايديكوا معايا نلم الحاجة وندخلها في الأوضة عندي يلا يلا ده حربين السلم يلا تعال يا بيت يلا ايديكوا معايا شيلي حاجة روح منك لله يا شيخ يلا 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 يا حلو يلا شيلي شيلي يا يلا يا مسلم يلا فارم عليك يا شندي خد خدامك كبير ايوه يلا ايه يا عزوز مالك ابدا انا خير وشك كده ده ما يكون عليه غضب ربنا لا ده من الفرحه ان ابن الغالي رجع فتلاقيني تايه شويه ايه ده انا دورت فيهم الضرب فوق مفيش فيهم حته سليمه للاسف البيت عايم في الدم بقى هنشوف هات يلا حاضر يا جميله يا بنتي لا لا كويس انا هشيعهولك خد يلا ماشي يا ريس ايه اللي حصل لك يا انت حد سرني سكينه على وشك والله يا ريس ده كان في يوم واحد اطول من اليوم الاسود دخل عليا كده بقى لو فاكرني ايه عيل بتاع التيك توك وهتخطف وبتاع قلت له لو ابوك راجل قرب وبعدين للاسف طلع براك صبا صبا انا صبا على نفسي يا بابا طيب يا فالح روح لقطك البيت وانت عارفه كويس انت في ضيافتي خليك يا حاج الله خليه يلا اخفى يا ماشي اخفى يا مش اجره الاوبر اخفى يا سطويت خد خد يلا جري يا اخي انت بتطمع فينا نخلي كده روح روح ماشي يا حاج البيت عادل حصل انا شيات الفرج يكلم بتوع الفراشة يفرش الحتة كلها بالكهرباء أنا عايز الحتة تبقى على سنجة عشرة عايز ليل الدخول زين الحتة تبقى حكيوة يهجوها الجدود الأحفاد مالا خير ده الغالي ابن خالي ده أنا أعمل لك ليلة تتحكى بيها الناس كلها طب يلا بينا على فين؟ هنروح أفخم وأحسن محل هدوم اللي أنت بتجيب منه بس الوقت اتأخر تلاقيهم قفل اللي قفل يفتح يلا اتفضل دي بقى كبير يلا اتفضل يا خال يلا بسم الله يلا افتح النور يلا ولا فين المستورد اللي عندك كل الموجود عندي ده مستورد كله مستورد والله ده محل فخم قوي يا خال طب شوف كده عزوز عندك العجباني دي حلو اللون ده حلو قوي 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 طيب عليه حلو ادي واحد البيضه دي كمان خير لا شوف دي كمان ما شاء الله لونها حلو قوي 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 طب شوف حلو. عندك كده حاجه الجاكيت ده حاضر حاضر طب ايه رايك في الهدتين دول وطقم انا وزين لا 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 تنقل ايه انا مش عايز العين تتزاور فيك انت وهو لازم النظره تفرق بينكم وبعدين اسم معلم زين معلم زين ده الغالي ابن الخال انا مش عايز غير الرضا خال انا خليكم تقسموا الرضا والماليه بينكم بس المعلمه ما بتتقسمش هو معلم واحد المعلم زين وانا في كتفه وطوعه يا رب يكون اللي انا شايفه في عينيك ده مش غل عشان لو فتحت باب الغل مش هحل وهطلعك منها عريان اللي شوفه خير لم الحاجات دي وحاسب وتعالى ورايا حصل وبيحصل ما تطلعني يا ابني الحاجه المستورده يا باشا حاضر اهو في حاجات تانية اهي بص دول هيعجبوك قوي اهو ماشي يا زكريا كتر اللي في قلبي منك انت والمحروس يا عالما بالامر كله عبدك تحير فدله
وإن كان في الأمر تعثر فبفضل جودك وكرمك حلو. بفضل جودك أنا اللي قاطع فيه إنك هتزعل مني لما أخذ بطاري من زين. وإنت إنت النور اللي نور سكة ربنا. خايف من زعل المخلوق وما انتش خايف من عقاب الخالق؟ القتل حرمة كبيرة. كبيرة عليا وحلال لزكريا؟ يا أخي ربك مطلع على القلوب وعالم بدواها، وأنا دواها نحرق قلب زكريا. أيوه هو اللي سبك بالغدر، وأنا كنت حاسبه أخوي وقطعنا سكة الأيام أنا وهو سوا. المال الحرام يفرق ما يجمعش يا ابني. كلنا مكوين بنار زكريا. أنا لما جيت أخذ بطاري مني خدت 7 سنين سجن، هو قتل ولدي خدش فيه يوم واحد، لكن خد كل كنوز وأسرات المقبرة اللي أنا فتحتها خدها لحاله. وانت رماك في السجن عشان يطلع كمان اللي تحت الضريح، ودعبس خلص مني عشان يركب السوق بفتوة جديد ما يوقفلوش كه اللقمة في الزور. وأنا من أول لقمة كلتها معاه كسرنا الرغيف على عنينا وحلفنا يمين على الخاين والد الحرام إننا متحرمين على بعض مال وعرض حرمة الإخوات، وهو خان الأخوة. تعرف ان اول جريمة قتل حصلت في الدنيا يا سبحان الله كانت بين 2 اخوات واخته مراسي اللي هي مرتي سبقة مليتي بالتوكيل. معلش انا اللي استاهل. ايوه الفلوس عمت عينيا والحريم غية بشاير، أول ما عرفت إن العين والنية على مراسي وقفت لي. بس أنا طول عمري عفي شديد كه الحديد للحن وليلين. بس ها طلعت من المولد بلا حمص. طالما أنت مع الله فأنت في خير دائم. كلامك حلو قوي يا عم رحان، وهو ده اللي هون علي سنين السجن. بس أنا من يوم شوفتك ما خبرش كيف أنت قادر تلجم روحك وتعوش عن الطمع. أنا طماع أكتر منك يا ابني، لكن طماع في النافع، طمعان ان يبقى لي قصر في الجنه مش بيت في الدنيا. عاوز جسمي يتنعم ما يتحرقش في النار، طماع اني القى الاحبه في الجنه وما تحشرش في النار مع الاغراب. انا طماع مع ربنا، طماع قوي 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 مع ربنا، وعيني دايما على الدايم مش الزايل. والورايا يا ابني يا لطيف 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 يا لطيف. بس مش هحب الطاق ولدي وهقتل زين وزكريا، يعني هقتل
شاي وسكري. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وفي الأرض، من ذا الذي يشفع عنده بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كله تمام يا خال. حلو، دخل حاجات العربية. افتح حد الباب. ناقص حاجة تاني يا عزوز؟ ناقص ايه؟ ده انا جبت كل حاجة، اتنين وتلاتة اطم، حتى الشرابات والفرش البرفانات. امسك يالا، امسك يا بابا، اقفل الباب، اركب يا خيل. استنى، ناقص حاجة تاني. ناقص ايه؟ بقول لك جبت كل حاجة. العربية، يلا يلا يا خيل. اتفضل. تلاقي تليفونه فاصل شحن. وبعدين البت حبيبة مفلوقة من العياط، كسرت قلبي عليها. ومن امتى الحنية جنية؟ جن لما يركبك. هو انت يا ولا بتشتغل التهزيق؟ انت بتلمع مراسي عشان اعمل اللي جاري بتاعت انا. عزوز نازل وانا اللي طالع. وزين يلزمه ظهري يحميه، وابو مني اللي ما يتمنى له الأذية، الديب الكبير بلاوه كتيرة، وساعتها هكون عظمة واكمل شرع ربنا واتجوز الأربعة. اداري بسرعة، دي بيك كبير جاي. ايه يا ولا خايف ليه؟ هو انت مش مفهم المعلم اننا بنحب بعض وهتتقدم تتجوزني؟ انا مراتك يهطل. طب وساعتها هتقول له بتعمل ايه هنا يا مراسي؟ يا مسبتي؟ ابقى فكرني يا فرقتي نكمل كلامنا في حكاية انك عاوز تكمل شرع ربنا ده. قلت اللي قلت لك عليه. هتبقى ليله ولا الف ليله يا معلم. حقنه دي هتريحها شويه. فين جوزها؟ مصدوم يا عيني، كان نفسه في حته عيل، بس دعوه امه قطمت ظهره. ربنا يصبره. قول لي يا دكتور، السنيوره دي هتطلع امتى؟ لحسن لو ابوها عرف باللي حصل هيعلقنا كلنا. هيوزع لحمنا صدقه على صحته وعافيته هو والحيلة ابني. الحقيقة هي مش هتنفع تخرج قبل ثلاث أيام. مفيش الكلام ده يا دكتورة. ساعتين وهنطير. لا ساعتين إيه؟ محتاجة راحة تامة ومتابعة. هنريحها وأنت بايعها في البيت. لو هتخرج من هنا هتبقى على مسؤوليتك، وهتوقع إقرار بالكلام دوت. باشا ورقك وقلمك وأنا جاي وراه، همضيلك على أي حاجة. وعلى إذنكم. خلاص يا عزوز، مش هبقى أم عيالك. مش هبقى أم حد خالص. هي الدنيا جاية معايا بالعكس، ما فرقتش، خليها تجيب آخر الخراب. هو طلعني يا عزوز، أنا هعيش خدامة تحت رجلي. حبيبة، الأيام اللي جاية دي كلنا هنعيش خدامين تحت رجل أخوك. الأيام الجاية دي ريحة تقيلة على صدري، سواد. أخوك ركب وابوكي بيسلت السجاده من تحت رجلينا واحده واحده. ما تقولش يا اخويا، انا حقي هاخده من زين بعد اللي حصل لي، وزي ما قلبي ما اتحرق على طنايا من قبل ما اشوفه، انا هحرق قلب ابويا عليه. زين جوز بنتي اللي قرب له اسخاطه مسخ لا كامل ولا كسر. واتعدلي بقى يا بنت الخدامه، لحسن انت خلاص ما بقت فيكي حته ابوظها لك. استني بس يا حظ، اما نشوف البنت في راسها ايه. ما ديكي شفتي جراي راسها وتفكيرها. سيبوني بقى تكتك، ادوني فرصتي. احنا نسمع كلام امي. اهو لما ما هتتجوز الكبير هحنن قلبه عليك. وانت يا واد يا عزوز، عايزك تشغل البت جميله. اقل له تجيب لك حته عيل يشيل اسمك الوسخ، وفي الرايحه في الجايه اقول له ايه؟ تعالى يا ابن الكلب، روح يا ابن الكلب. يا اختي بتعيطي؟ عيطي يا اختي، العياط حلو للي زيك، أقله يجيب أجلك بدري بدري. عياطي يا أختي.
ايوه انك بتقولي ان مفيش حاجه عجباك ولا يهمك، لما تطلع هات اللي على حاجه بعينك. المره الوحيده اللي رحت اشتري فيها لبس امي قالت لي لو في حاجه عجبتك ما تبينش عشان الراجل ما يغليهاش علينا. من ساعتها يعني وانا ما بعرفش ابين لو في حاجه عجباني. حاجه عليا هكذا يا زين، الله يسامح امك، يتمتنا احنا الاثنين. بالك يا زين، قبل انت ما تظهر انا كنت خلاص بسلم نمر، وجسمي ما عادش مهودني وطول الايام حط على كتافي لحد ما ترميت في حضني. رجعتني شباب زي ما خدتك في حضني يوم ما اتولدت. بس اللي قاطع فيا ان ايامي في الدنيا معدوده، عشان كده عايز اشيلك الشيله واركبك فوق ظهري فرس الدنيا عشان تبقى فوق. انا يابا مش عايز غير رضا امي ورضاك عني وخلاص. اوعى تكون صدقت كلام امك، انا مالي كله، كل مليم فيه بعرق جبيني، حتى فلوس الاثار انا فرقتها لوجه الله. وبعد امك ما مشيت انا كل مالي كتبته في الدفاتر صادر ووارد. وشوف الدفاتر وشوفها بعينيك وانت تعرف ان الحمد لله رب العالمين بعد ما رميت الحرام ورا ظهري ربنا عوضني من وزعه والحلال. أنا يابا عزتي للعيلة والناس مش للمال. أنا خدت عشاقة خلاص، وابنك كسيب بيعرف يجيب الجنيه. صحيح بس الدنيا يعني معنداني شوية، بس هفضل عاكس فيها لحد ما تقع في غرامي. اعتبرها دايبة في زباديبك دوب. مالك يا زين، الزمن ده لو جاك المال يجيك كل اللي تتمناه، والمال اللي عندك يسخر لك الجن ويجعل لك في البحر طريق ويخلي لك ألف عبيد. هي أمي فين يا أبا؟ حتى أنا واقف قدامك مش شايف غير أمك يا زين. أمي علمتني كل حاجة إلا إن أنا أعرف أعيش من غيرها. وأنا قلت لك لأجل عين تكرم ألف عين، واللي يبني بلحة حلاوتها تبقى في لساني. أمك رعيتك وكبرتك وخليتك راجل ليها دين وجميل في رقبتي. أنا همشي أنا وأسيبك ترتاح عشان أكمل مراسم استقبال المعلم زين كبير الديابة. كبير إيه بس يابا، أنا غلبان. أنا كبير ياكل العيش وآكل لقمة وأخش أنام وأرتاح، ولا ليا ولا عليا. مين هيشوفني كبير وانا عارف مقاسي كويس؟ العين اللي مش هتشوفك كبير مش هتشوف تاني، فاهم يا زين؟ انفض غبار الماضي ارميه، خش في دنيتك الجديده بقلب جامد وابوك في كتفك. حوار خدنا كان ورايا كذا مشهور كده. زين نام مرتاح، بكره الصبح هتلاقي اهل الديابه كلهم وانا على راسهم، والحته كلها كبير وصغير مستنيينك ومستنيين نظرتك وطلتك عليهم. وعلى فكره الواد اللي هو صاحب البيت الورش اللي انت كنت فيهم دول رمى حاجتك في الشارع وطرد اخو خطيبتك. ما تقلقش، هو في ضيافتي، بس البيت والورشه دول بقى خلاص ما حدش لهم عزا. يا معلم كبير الديابه زين ارتاح. اسيبك انا تنام، ارتاح بالاذن.